السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا في أحسن الحال. في الفيديو أخوكم مصطفى الشيبة. في هذا الفيديو إن شاء الله جئتكم بقصتي أو بخطأ الذي ارتكبته إن صح التعبير في عالم اليوتيوب. لهذا جئت لكي أشارك معكم هذا الخطأ الذي قمت به أنا سابقا، لكي تستفيدون منه أنتم أيضا، وفي نفس الوقت أجاوب على بعض الأسئلة التي وردتني على صفحة الفيسبوك. لهذا إن شاء الله سوف نعالج كل هذا في هذا الفيديو إن شاء الله. ابقوا معنا بعد هذا الفصل. مرحبا بك أخي الفاضل أختي الفاضلة في قناة مصطفى الشيبة. قبل مشاهدتك لهذا الفيديو، لا تنسى الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو وهو اشتراك مثل هكذا، ولا تبخل علينا أيضا بالنقر على الزر أعجبني أو لايك للفيديو أيضا هكذا. وإن كان لديك تعليق أو ما تقوله عنا أو تقدم لنا نصيحة، لا تنسى التعليق أسفل هذا الفيديو في هذه الخانة، وشكرا لك كثيرا. السلام عليكم من جديد. بصراحة هذا الفيديو أردت أن أوجهه لإخواني المغاربة. وحاجة ثانية، يعني سوف أجيب فيه عن أسئلة التي وردتني أيضا من إخواني المغاربة، لهذا أحببت أن أقدمه بالدارجة المغربية لكي تعم الفائدة للجميع، لكي نوضح الأمر جيدا. طيب، مهم، من خلال تصفحي للمواقع الفيسبوك، سواء بالخصوص الفيسبوك، يعني كنت كنشوف بزاف ديال الاخوان المغاربه، يعني كانوا بداو كيخدموا على، يعني على القناه ديالهم في اليوتيوب مثلا، بحال الناس اللي كيديروا دي فلوغ، الناس اللي كيديروا دروس وشروحات. المهم كاين بزاف منهم شباب مغاربه ما شاء الله عليهم، توفقوا مشاو بعيد في هذا المجال هذا ديال اليوتيوب. المهم الله يوفقهم والله يزيدهم. بصراحه يعني كاين شباب عنده ما يقول، عنده حصل على شهادات ما شاء الله عليه. المهم عجبني داكشي اللي كيديروا، حتى انا داكشي اللي كيديروا هما عجبني بزاف. استفدت من بزاف ديال الشباب ايضا مغاربه، اقصد المغاربه، فهمتي، ما نكره، يعني ما نمشيوش حنا بعيد للدول الاجنبيه ولا هذا، هذوك شغلهم هذاك، حتى هما عاوتاني متوفقين شغلهم هذاك. مي حنا نبقاو ديما نهضروا، المهم حنا نهضروا على البلد ديالنا اللي حنا مقيمين فيه، ونعطيو المثال غير بالاخوان ديالنا المغاربه. ما نمشيوش كل مره ملي نجي ونعطيو شي نصيحه ولا شي هذا، نبقاو نجبدوا الاخرين. يعني كاين ناس حنا راه حتى في البلاد ديالنا المغرب راه فيها ما يدار وفيها الخير، يعني خصك غير انت تكون شويه ذكي، اولا تعرف كيفاش تتعامل مع الوقت ديالك، وتعرف كيفاش تتعامل مع الوسط اللي كتعيش فيه انت، وان شاء الله تكون عندك واحد الاراده وواحد العزيمه وواحد القوه، وان شاء الله غتحقق الاحلام ديالك. حاجه واحده انني كننصحك بها وهي الصبر، يعني ما يمكنلكش تنوض انت تقول بسم الله اليوم غدا ان شاء الله تكون موفر جميع المحتاجيات اللي كتطالب بها، يكون عندك استوديو منزلي، يكون عندك ماتريال، يكون عندك اذا كتشوفوا راه انا هذا باش كنخدم، يعني في القناه غادي نذكروا هذا الشيء من بعد. يعني كنت وصلت في واحد القناه كنت غادي فيها مزيان، بعد المشاكل اللي طرات لي معها غادي نشرحوهم من بعد باش تستافدوا منها، وهذا هو السبب ديال هذا الفيديو هذا، غير باش نقدم لك الاخطاء اللي درت انا في القناه ديالي السابقه، اللي ما يمكنلكش اللي انت تستافد منها وما تعاودهاش في القناه ديالك ان شاء الله بحول الله. هذا اذا بغيتي تفتح قناه وتخدم عليها، اولا تبقى دير فيها داكشي اللي كتبغي انت، دير فيها شي حاجه اللي تقدر تستافد منها انت ويستافدوا منها الاخرين. المهم كما قلت لكم، عندي بي سي عادي، عندي الميكرو هو هذا اللي كنخدم، ما عنديش ميكرو شي حاجه احترافيه، ما عنديش، غادي نحتفظ بهم هنا باش ما يبرسلونيش، داكشي عادي جدا. ممكن يعني شنو اللي كيبقى المشهد ديالك انت، باش ما تبقاش داك الاعذار، لا انا ما عنديش، لا انا ما هذا، يعني ممكن الانطلاقه تبدا بشيء بسيط جدا. اذا مشينا نسولو المحترفين ديال العالم ولا ديال المغرب، غادي نلقاهم بداو واحد المسائل اللي واحد الماتريال اللي هو بسيط جدا. المهم فين كنت؟ مشات ليا من البال. نعم، المهم عجبني داكشي اللي كيديروا الشباب والاخوان، لا داعي لذكر الاسماء، كاين بزاف.
المهم حتى انا نوت درت واحد القناه ديالي، لكن بدون علم، يعني ما بحثتش بزاف طريقه لانشاء القناه، الطريقه الصحيحه للاستمرار، بزاف ديال المسائل اللي هي مهمه كيفاش تنشا القناه ديالك. يعني درت قناه مني الراسي، بقيت كنسجل فيديوهات، بقيت كنسجل بعض الدروس البسيطه اللي كنعرفها انا وكنشاركها مع الاخوان الاخرين. المهم القناه بدات شويه في الارتفاع، غاديه مزيان، كنت غادي فيها مزيان. كنظن القناة ما عندهاش بزاف ديال الوقت، وقيلا شي شهرين حتى 3 شهور. في واحد الوقت كنتفاجأ بأن القناة تم حذفها، راسلت الإخوان التقنيين اللي في هذا المجال هذا، قالوا لي راه ما يمكنلكش ترجع القناة هذه، انت خالفتي قانون ديال هذا المهم خالفتي قانون ديال النشر، هذا موضوع واحد آخر. منين تذكرت مزيان، لقيت صحيح، يعني داكشي اللي كاين انا غلط وما عرفت كيفاش نتعامل، ما كانش عندي علم كيفاش نتعامل. لهذا انا انصحك، يعني كيفاش النهار اللي غتنشا القناه ديالك، هذا الشيء غادي نديروه دروس ان شاء الله فيما بعد، لكن على حسب الطلب ديالكم نتوما. يعني اذا كانوا الاخوان كيشوفوا هذا الفيديو هذا وبارطاجوه مع الاخوان مع الاصدقاء ديالهم وطلبوا مني، ولا غادي نخلي لكم صفحه الفيسبوك لتحت هنا في الوصف، وغتلقاو حتى المعلومات ديال الشخصيه اللي بغيت يتواصل. مرحبا. على حسب، اذا طلبوا منا، يعني اذا كان الطلب كثير على طريقه انشاء القناه، طريقه ربطها مع الادسنس، طريقه، المهم داك الطرق كلها نقدروا نديروا فيهم دروس ان شاء الله، على حسب المعرفه ديالي وعلى حسب مستوى الشرح ديالي انا، ونشاركها مع الاخوان والله يسخر الجميع. المهم كما قلت لكم، بديت كنشر فيها بدون علم، ما احترمتش بزاف ديال القوانين، هذا هو السبب اللي تم الحذف. هذا هو السبب اللي جعل القناه ديالي تحذف او لا تطلق. لهذا انصحك انت اذا بديتي في القناه ديالك، حاول انك باش تمشي باش تضمن واحد الاستمراريه للقناه ديالك، تبقى تنشر فيها المحتوى ديالك فقط، حتى داك الانسترو ولا شي حاجه، حاول انك كيفاش تصنع ديالك، او لا كما كتشوفني دابا ما داير لا انسترو ولا والو، داكشي عادي جدا. استمر باي حاجه اللي هي عاديه، من بعد وانت كتعلم، وبحث كيفاش دير الانسترو براسك، بحث كيفاش دير البرامج باش تخدم المونتاج، فهمتي؟ المهم خصك ضروري تخدم وتبحث الا كانت عندك واحد العزيمه وواحد القوه انك تحقق بعض الاهداف ديالك في اليوتيوب. واحد المره كنت نشرت واحد التدوينه ولا واحد المنشور على الفيسبوك، وتلقيت بزاف ديال الاسئله، يعني كنت كتبت فيه حان الوقت يجب على كل شاب انشاء قناه على اليوتيوب. المهم بزاف ديال الميساجات، غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله. كاين اللي سالني قال لك علاش، كاين اللي كيفاش غادي ندير القناه، شحال غادي نربح في الشهر من اليوتيوب، شحال كتربح في الشهر من اليوتيوب، اسئله بصراحه اسئله بشي شكل، شحال كتربح من اليوتيوب. هذا السؤال هذا ما عنديش ليه جواب بصراحه. بالنسبه لي انا ما كنربح والو من اليوتيوب، كنربح 0 درهم. القناة اللي وقع لي فيها مشكل، كنت وقيلا وصلت فيها شي 30 دولار ولا شي 25 بحال هكا، والله ما بقيت عاقل شحال، حيت ما كنتش مهتم بداك الشيء هذاك. يعني كنت كنستافد من القناة ديالي بطريقة واحدة أخرى، كنت بداك على حسب المحتويات ديالي اللي كنت كندير أنا، يعني محتويات عمل. أنا غادي نعطيك مثال علاش، يعني قلت كل واحد عليه يعني بالإمكان ديالو أنه يدير قناة يوتيوب ويستافد منها. أنا غادي نعطيك مثال، هاد المجال هذا ديال الانترنت اولا مجال راه دابا كيشكل واحد الموجه كبيره في العالم كامل، وخصوصا يعني في المغرب بدا كيظهر بواحد الطريقه سريعه. دابا اي واحد فينا كتلقى عنده سمارت فون، كتلقى عنده تليفون، اي واحد فينا معمر لا كونيكسيون، شنو كيدير؟ اللي عنده العقل راه كيستافد من داك لا كونيكسيون ديالو اللي كيدير، واللي ما عندوش العقل راه كيقيل ليل ونهار كيشوف احسن اهداف ديال ميسي ولا احسن اهداف ديال رونالدو. هو راه خدام على راسو هذاك اللاعب ديال الكره، وانت كتضيع الوقت ديالك عليه هو ولا في النجاح ديالو. علاش حتى انت تخدم دير واحد دير القناه ديالك راسك وخدم عليها. كيفاش غتخدم عليها؟ انت نجار مثلا، غتكري واحد القناه ديالك في اليوتيوب، غدير فيها واحد الفيديو بروفيسيونيل ديالك انت، الصنعه ديالك، موجودين الناس عندهم كاميرات احترافيه، غادي يصور لك واحد الفيديو، موجودين الاخوان، يعني تعامل تواصل معاهم، قول له خويا صور لي واحد الفيديو ومونطيه ليا وراه ليا نديرو في اليوتيوب، غادي ما كنظنش شي حد يرجعها لك
يقول لك لا. وبالنسبه لي انا يعني كمساعده بسيطه، يعني اللي طلب مني هذه المساله هذه على حسب العلم ديالي ولا على حسب المستوى ديالي فالف مرحبا، يعني نقدروا نوطيو له فيديو، نقدروا نصوروا له فيديو، وان شاء الله على القناه، يعني القناه ديالنا كتشوفوها خاويه ان شاء الله، كاين بزاف ديال الفكرات وكاين بزاف ديال الاعمال، يعني نقدروا نقولوا واجده، خصها غير التطبيق والعمل عليها. مع المهم مازال كنبحثوا ان شاء الله على الطاقم اللي غادي يقدر يقوم بالتصوير وكل ما هو كل ما تحتاجه تلك الفكره. المهم كما قلت لكم غادي يصور الفيديو ديالو، غادي يضيف ديال المعلومات ديالو الشخصيه وغادي ينشر فيديو. يقدر واحد انا نشوف مثلا داك لا فيديو، نشوف داك الصناعه اللي كيعملها داك السيد، نقدر يعجبني نتصل به يصوب ليا بزاف ديال المسائل اللي غادي نحتاجهم انا في البيت ديالي يصوبهم ليا. كذلك الحداد ممكن يدير واحد الفيديو على نفسه ويشرح، يقدم نفسه ويقدم الصناعه اللي كيخدمها. كذلك اي واحد كيمارس شي مهنه ممكن يدير واحد لا فيديو ديالو هو الشخصي وينشره، وغادي تلقى مشاهدات، غادي تلقى فهمتي، يعني فحال هكا نقدروا نقولوا، يعني كتشهر نفسك، كتشهر السمعه ديالك، كتشهر بزاف ديال الحاجات. بالنسبه حتى للطلبه، يعني الطلبه دابا حنا مقبلين على الوطني ديال البكالوريا، مقبلين على الامتحانات بصفه عامه ديال الطلبه. ممكن الناس اللي متفوقين شي ماده، مثلا انت متفوق في الفيزيك او متفوق في اللغه العربيه ولا متفوق في المات، هو المشكل الكبير اللي كيواجهوه التلاميذ هو مشكل ديال الرياضيات ديال المات. ممكن يعني الطلبه اللي متفوقين في هذه المواد هذه في اي ماده كما بغات تكون، يجيب واحد السبوره، واحد السبوره عاديه ويديرها في البيت ديالو، ويقوم بالتصوير بعد الدروس، بعد المسائل ولا بعد المسائل، ويقوم باخراج هذيك المسائل وينشر هذاك لا فيديو، يعني ويحاول يكون الشرح ديالو احترافي بحال ديال الاستاذ. واخا عادي، الامور عاديه تكون، يعني يقبطها تليفون ويصور، ولا كاميرا الا كانت عنده شي كاميرا بسيطه ويصور داك الدروس اللي غيدير وينشرهم. ملي غادي ينشرهم غادي يستافد الاخرين، غادي يستافدوا منهم، وهو غادي يعني من بعد ان شاء الله، يعني غادي نهضروا على هذا موضوع خاص، كيفاش يقدر يستافد من الفيديوهات ديالو في اليوتيوب. غادي يستافد هو من بعد، في واحد الوقت خصو خدمه كبيره باش يقدر يستافد من اليوتيوب ولا من داك الفيديوز هذوك. المهم من بعد كيجمع يعني عدد المشتركين في القناه ديالو، هذا اللي كاين. ويعني يقدر حتى انه الناس غادي يشوفوه كيقدم داك الطريقه ديال الشرح مزيانه، ولا التلاميذ صحابه، ولا غادي يشوفوه داك المدينه هذيك اللي كاين هو فيها، يعني هو يذكر المعلومات ديالو، يعني يخلي المعلومات ديالو كامله للتواصل معه. يقدر يشوفوه بعض التلاميذ ويعجبهم، ويعجب لهم الشرح ديالو، ويتصلوا به يقولوا له في كل مره في سيمانه نديروا ان كافي، ولا يمشيو لشي دار ويشرح فيها. اذا كان هو محتاج يقول لهم، يدير لهم مراجعه يعني بواحد الثمن اللي هو مناسب ليه وليهم حتى هما، واش فهمتوا؟ يعني بهذه الطريقه هذه يقدر الانسان يدبر واحد العمل لنفسه، او يدبر واحد الطرف ديال الخبز لراسه، واش فهمتي؟ لانني كنشوف بزاف ديال الناس كيقيلوا نهار في اليوتيوب فاش كيتفرجوا في الروايات، كيتفرجوا في الروايات وفي الافلام وفي الكره. علاش ما يخدموش بهذه الطريقه هذه؟ واخا انت تكون كما بغيت تكون، تقول لي لا انا عندي حانوت ديالي، انا خدام نقيل نهار كنتفرج في الروايات، يا راه الوقت اخي تحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى، فين ديوزتي الوقت ديالك وشنو درتي؟ واخا تكون انت خدام وعندك واحد المنتوج وعندك واحد الصالير وعندك واحد الشهريه كتخلصها، انت خدام في الملابس ولا في الاحذيه ولا في الصناعه، ولا خدام في ما بغيتي تكون، عندك محل وعندك الوقت، قبط هذاك، دير واحد القناه على اليوتيوب وصور هذاك المسائل، هذاك الشيء اللي كتبيع انت في هذاك المحل ديالك، ونشروا وديروا الاثمنه ديالو. وعلاش لا تبقى تخدم ناسيونال، يعني تبقى تخدم في المدن المغربيه كامله، يعني تخدم بالارساليات، وتطور المحل ديالك. راه كنعرف انا واحد السيد كاين هنا المهم كيخدم بهذه الطريقه هذه، يعني كيصور هذاك الشيء، عنده محل غير ديال الصباط، عنده محل غير ديال الصباط، كيصور داك الشيء، كيصور الصباط ويصور لاكاليتي ولا مارك والثمن وهذا، وداير واحد لو سيت ويب، المهم خدام على راسو، فهمت؟ لهذا المهم النصيحه اللي كنقدمها للناس، ينوضوا هذوك الشباب، بالخصوص انا كنتكلم غير مع، المهم الرساله موجهه للشباب،
يديروا شي حاجه لنفسهم بهذه الطريقه هذه، يعني يحاولوا يستغلوا اليوتيوب بهذه الطريقه هذه، حيت كاين ما يدير وتكون كيما بغيتي تكون. اي صنع عندك، اي عمل كديرو، اي حاجه كديرها ممكن دير فيديو خاص بك وتنشرها، او لا دير فيديو وانت كدير داك الصنعه هذيك وانت كدير داك العمل اللي كتقوم به وتنشره. راه ما تهينوش بعض المسائل وتكون هي مفتاح الرزق ديالك انت، حيت اليوتيوب عالم، واحد العالم اللي هو كبير، كيدخل له اي واحد سواء في المغرب سواء خارج المغرب سواء في اي حاجه، الفيديو ديالك ممكن يتشاف في العالم كامل. من بعدها كما قلت لكم هذه المساله ديال الربح من الفيديوهات ديالك، غتجي دروس من من بعد ان شاء الله. واخا هي المساله هذه يعني احترافيه، وانا ماشي احترافي، يعني انا واحد الانسان اللي هو عادي، بما اننا كنتكلموا بالدارجه، يعني نقدروا نحسب نفسي انا المستوى ديالي في الحضانه، مازال خصني واحد المده باش نولي مبتدئ، ومازال خصني واحد المده كبيره باش نولي مؤهل، ومن بعدها مده اطول من هذه المده هذو اللي دازوا باش نولي محترف. ولكن هذا الشيء هذا كله ما كيخلعنيش، علاش؟ حيت عندي واحد العزيمه باغي انني نوصل. كما شفت انا داك الناس اللي وصلوا وبداو من والو، بداو بزيرو ووصلوا دابا يعني حقوا نجاح كبير، كذلك انا يعني كنتمالكوا نفس العقل، كنتمالكوا نفس، الحمد لله عندنا يدينا عندنا رجلينا عندنا، كننعسوا كنوضوا كن بحال بحال. لهذا حتى انت ممكن تحقق الحلم ديالك، ممكن دير اي حاجة، لكن العزيمة والصبر ثم الصبر ثم الاستمرارية، يعني القناة ديالك باش تنجح خصك الاستمرارية، تبقى تلوح فيها لي فيديو، تبقى تدير شي حاجة اللي هي بريفيسيونيل، شي حاجة اللي تعجب الناس، شي حاجة اللي ما تبقاش غير داوي خاوي كما كيقولوا. المهم حاول انك تعالج بعض المواضيع، وفي نفس الوقت يعني انت غتستافد انت ويستافدوا الناس الاخرين، من الناس الاخرين تقدر مثلا بزاف ديال الفيديوهات انا استفدت منهم، كتقول له غير الله يرحم الوالدين، راه الحمد الله يرحم الوالدين كتوصل له في الغيب، هذيك تسمى صدقه جاريه يعني. ولكن حذاري انك دير قناه في اليوتيوب وتنشر فيها ما لا يرضي الله، هذه المساله هذه صعيبه وما نتمنى حتى شي واحد يتجه ليها. دير القناه ديالك ونشر فيها قران، نشر فيها اذا كنت كتجود القران، جود القران ونشره، كنت كنت يعني عندك بعض العلم حاول انك توعي الناس وتنشره، يعني تكون في نفس الوقت انها استفاده، كتستافد من القناة ديالك انت والناس كيستافدوا منها، وتكون عليك صدقة جارية ان شاء الله. وخا مثلا كلنا يعني كلنا غادي نموتوا، وخا تموت وديك القناة تبقى كتدخل لك في الحسنات، حيت كتكون درتي فيها شي حاجة اللي هي مزيانة. غادي نكتفيو بهذا الوقت هذا ان شاء الله. المهم مازال ان شاء الله الخير، مازال غادي يكون المهم، غادي يكون دروس، غادي يكون تفاعل مع التعاليق ديالكم، مع الاسئله ديالكم ان شاء الله بحول الله. مساله ما هي الا مساله وقت، كما كيعرفوا بعض الاصدقاء يعني لدي ظروف العمل، ان شاء الله غادي نحاول كيفاش نتفوق ما بين العمل وما بين ما بين العمل الشخصي وما بين العمل على القناه، وغادي نستافدوا مع بعضياتنا. شي حاجه اللي ما عرفتهاش او لا شي حاجه اللي غلطت فيها او لا شي حاجه اللي ما قلتهاش، يعني خليوها لنا في التعليق نستافد انا منها، وانا كنعلنها وكنعترف بها انني مازال مبتدئ ماشي محترفي، باش شي واحد يعلق عليا يقول لي لا داكشي اللي كدير ماشي هو هذاك، او لا داكشي اللي كدير ماشي مستوى، او لا داكشي ماشي صحيح. بالعكس اذا خلالي التعليق ديالو اسفل هذا الفيديو يعني ونصحني، او لا نصحني بالتعليق ديالو، غادي نستافد منه انا وجزاه الله خيرا. وانا بدي يعني كنقدمها لكم، يعني اي مساعده يعني في اي حاجه شفتوها ناقصه يعني امرني بها. كنشكر اي واحد يعني قدمنا الدعم ديالو والتشجيع ديالو في الرسائل، شكرا لكم بزاف. ما تنساوش لايك للفيديو، وما تنساوش اشتراك في القناة في حاجة الى الدعم ديالكم وفي حاجة الى التشجيع منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.